بالتأكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم. وين رح نروح يا ليا؟ أكيد سالي، وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. كلنا لاحظنا هالسنة يمكن تأخرت شوي معالم الشتوية وقلة الأمطار. كثير من الأقاويل على السوشيال ميديا بتقول إنه الشتي رح يكون قاسي وإنه إسا ما بلش لشهر آذار، وكمان عم يقولوا عن موجة ثلج وثلوج قوية رح تضرب سوريا بنهاية العام، ولكن الواقع بإنه تغييرات مناخية واضحة أصابت مناخ سوريا. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع ولنعرف أكثر بالشكل الصحيح، بصرنا نستضيف الدكتور محمد العسيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور، وأهلا صباح وسهلا الخير. فيك. صباح الخير ليا، صباح الخير سالي، صباح سعيد البردات. صباحكم. والله في بردات ماكنينها، بس هذا البرد الصحراوي. لكن قبل ما نحكي عن موضوعنا اسمحوا لي اعلن اعلان مهم جدا بهاللحظات هي. اليوم الاثنين طبعا مثل ما بنعرف 11 كانون الاول، الان في هذه اللحظات يتم الاعلان عن الاسبوع الدولي للفلك تحت عنوان سوريا. حلو. الان بكل دول العالم المرتبطه مع الاتحاد الدولي للفلك يتم الاعلان عن الاسبوع الدولي للفلك تحت عنوان سوريا. الهدف من هذا النشاط هو تغطيه لمده اسبوع، طبعا يستمر، هو تغطيه جميع الفعاليات الفلكيه والنشاطات العلميه التي ستقام في سوريا. طبعا نحن كجمعيه فلكيه سوريه كمنتسبين للاتحاد الدولي للفلك في نشاطات الاتحاد الدولي للفلك، هي النشاطات بتعم الدول الاعضاء بالاتحاد الدولي للفلك. فكان في عندنا طلب انه يكون في اسبوع مخصص لسوريا. بهذا الاسبوع نحن بنعمل رصد، بنعمل نشاطات حلو. حلوه رغم البرد، لكن يكون في نشاطات حلوه. فتم اليوم بهاللحظات الاعلان عن انطلاقه الاسبوع الدولي للفلك الذي سيستمر من يوم الاثنين الى يوم الاحد القادم، الى يوم 19 الشهر، بيكون يوم 3 بتوقع. اسبوع مليء بالنشاطات، جميعها سيتم تخطيطها بكل السوشيال ميديا التابعه للاتحاد الدولي للفلك، بكل وكالات الفضاء، بكل الجمعيات العالميه رح يغطوا النشاط السوري. هذا الشيء كثير نحن بنفتخر كثير سعيد انه اعلنت عن هذا النشاط كمان على فضائيه الاخباريه السوريه. شكرا كثير لك لهذا التنويه المهم. خلينا ننتقل للبرد الصحراوي اللي كنا عم نحكي عنه تحت الهواء وهلا صبحنا فيه، يلي هو كان سبب بتاخر هطول الامطار. خلينا نحكي عن السبب الرئيسي، غير يمكن البرد الصحراوي هو اساس. تمام. يعني هلا في نقطه كثير مهمه، في عندنا شيء عالمي وفي شيء محلي. لما نحكي نحن عن هيك توزع برد، هالاضطرابات المناخيه، هالاضطرابات المناخيه عم تكون مشكله عالميه. هلا نحن بصراحه عم نحاول نتفادى المشكله، عم نعمل حالنا ما لنا دريانين بالمشكله، لكن هو فعلا في مشكله. شح الامطار، توزع الامطار بشكل غير متوقع. شو السبب؟ هطول ثلوج في اماكن مختلفه. السبب المشكله حتى نحن ما نعملها مشكله بنقول ما في سبب، لكن هو في سبب. السبب هو الانسان. الانبعاثات الهائله لغاز ثاني اكسيد الكربون من المعامل والمصانع اللي عملت هالطبقه اللي غلفت الارض اضافه للغلاف الجوي وجعلت من الحراره تنخفض بشكل غير متوازن. اثنين، التلاعب بالمناخ. خلينا نحكي عن تجارب تم تلاعب فيها بالمناخ أثبتت حديثا في عدة دول تستخدم المناخ مضمار لتجاربها. هذا الشيء أيضا أثر على المناخ بشكل عام. ثلاثة، التوزع المواد السامة المنطلقة من الأرض، مثل مثلا أحد الأمثلة دخان السجاير، السبراي، مثبتات الشعر، كمان هي كلها مؤذيه بشكل قاتل للغلاف الجوي. هي لكل النساء اللي عم يحضرونا وبيبخوا. تماما. على فكره اكره شيء لطبقه الاوزون، الاكثر غاز مؤذي لطبقه الاوزون هو المنطلق من مثبتات الشعر، يتاكل طبقه الاوزون فيه. سبب الازمه يا ليا بكل شيء. فدعوه لاستبدال مثبتات الشعر. صاروا الشباب اكثر. بتقولوا انتم بخه، يعني شو حتاثر؟ هي البخه بتساهم بشكل كثير كبير بالتاكل، لانه مثل نحن عم نشبه النار بالغاز، شلون النار لما يكون قدامه ماده سريعه الاشتعال النار بينتشر، وهيك هذا الغاز الموجود بالمثبتات ينتشر بطبقة الأوزون. إذن انطلاقات غاز ثاني أكسيد الكربون، المعامل، المصانع، مكيفات، السيارات الصغيرة، السيارات، لا مو الصغيرة كبيرة، أنا سيارتي صغيرة خير. السيارات بشكل عام مظبوط. الصينيين في دراسة تم تسليط الضوء عليها، لو دخن الصينيين بلحظة واحدة يختفي الغلاف الجوي. فمنيح ما بيدخنوا بلحظة واحدة. فإذا كلها هي ساهمت بتشكيل طبقة بنقدر نشوفها نحن حتى من سوريا قبل شروق الشمس أو بعد الغروب تماما، نتطلع على الأفق بنلاحظ طبقة سوداء.
هي الطبقة السوداء هي اللي عم تتحدث عنها، هي مو خاصة بسوريا، هي خاصة بالعالم كله، هي الطبقة السوداء هي اللي عم تعمل الأمراض وخاصة أمراض الصدر الرئوية، الأمراض الخاصة بالتنفس، جهاز التنفس، الالتهابات، هي كلها من وراء هذا الغاز السام جدا للإنسان، عم نستنشق كمية أكبر من الرصاص الموجود بعوادم السيارات، هذا الشيء ساهم بخربطة خلينا نقولها بالعامية المناخ، فبالتالي نحن بسوريا بشكل عام تشرين الثاني حتى من أيلول، في حتى مثلا أنه من أيلول المطر لازم يكون موجود، أيلول تشرين أول تشرين الثاني كانت كمية الأمطار قليلة جدا، دخلنا القانون الأول، هلا مضبوط برد جدا وبرد قاسي، لكن المفاجأة بدي لكم إياها من هون ل 18 الشهر في ارتفاعات حرارة عن معدلاتها، يعني حتى هذا البرد مو هو برد كانون، في ارتفاعات الله يبشرك بالخير، يعني نحن ساعتنا ل 18 الشهر ما في أي منخفض موجود، منخفض ثلجي أو منخفض مطري يكسر حسم هذا البرد، هذا البرد نتيجة فقط الاقتراب والابتعاد عن الشمس وليس نتيجة التغير المناخي. أما الشتاء الحقيقي في سوريا فعلا لم يبدأ. الشتاء برجع بأكد أنه قاسي وقصير، يعني هالكلمة أكثر من مرة ذكرتها على منبركم. دكتور محمد يعني شوقتنا، أيمت الشتاء رح يكون؟ ورح يكون في ثلج ولا ما رح يكون؟ ثلج متوقع بهذا الجو، دائما بينزل ثلج شكل هلا نحن حوالينا في ثلج على الجبال، لكن نحن عم نحكي بدمشق كان ارتفاع 600 متر و700 متر، نحن عم نحكي ما بعد 18 الشهر حنلاحظ انه الشتاء القارس الحقيقي رح يتمحور ما بين نهاية كانون الأول كانون الثاني وبداية شباط فقط، حنلاحظ الصيف إجا مبكرا. يعني نحن بنقول بالمثل الشعبي حب خبي فحماتك الكبار لعمك آدار. عمو آدار السنة الواضح أنه ما رح يحتاج فحمات كبار، رح يحتاج يمكن فحمات صغار كتير، يلا منيح تماما، واضح أنه في تخبط مناخي. يا ترى هل حنصل لمعدلاتنا بالأمطار؟ الشيء الظاهر حاليا أنه للأسف حتى هي يمكن ما نوصل لمعدلاتنا بالأمطار، طبعا عم نحكي من الناحية الفلكية وليس من الناحية المناخية. لاحظنا هطول البرد على بعض المناطق بكميات قليلة، ولكن عم برد كبير كان السنة، شو كان سببه؟ هي التغيرات عم نحكي عنها، أولا هطول الثلوج حنلاحظها، البرد، الأمطار الغزيرة بشكل متقطع، يعني احنا أمطارنا متوزعة، لكن هالمرة هالسنة حنلاحظ أمطار متمركزة، يعني أمطار غزيرة خلال ساعات مثل ما صار يوم الأربعاء، بعدين قطعة طويلة شمست تماما، فمو هيك مناخنا نحن، هاي هي التغيرات المناخية، هاي الأمطار لغير منطقة، لكن مع تخلخل الميزان المناخي اجت لعنا، بالمقابل مناخنا دخل إلى الداخل أكثر باتجاه خط الاستواء، تغيرات عم تصير. طيب هالتغيرات هل ستستمر؟ بصراحة بعد ما الدول الأمم المتحدة أعلنت مؤتمر باريس للمناخ وأجبرت معظم الدول عدا أمريكا على الانضمام لمؤتمر باريس، اليوم في فعلا تكاتف عالمي للحد من الانبعاثات الغازية، لأنه مو منطق إذا استمر الوضع هيك لعام 2050 دول مهمة ستختفي من الخارطة، كل شيء شمال مدار السرطان مثل أوروبا وخاصة السويد، فرنسا، هالدول اللي شمال خط مدار السرطان شمالية يعني والجنوبية، هدول ستختفي مدينة نيويورك، وبالتالي من هون لعام 2050، هذا مو كلامي، هذا الكلام موجود على محاضر اجتماعات الأمم المتحدة وباللغة العربية، ذوبان الثلج سيرفع منسوب الماء حيغطي هالمناطق هي تحت الغرق تماما اللي هن تماما شمالا وجنوبا، احنا منطقتنا آمنة، لكن هذا الشيء كارثي، مشان هيك العالم توحد اليوم، بالفعل بدا العلاج من اليوم، يعني حنلاحظ انه ذروه هالكارثه المناخيه هي هذا العام، بعد ما حنلاحظ تراجع بهالاضطراب المناخي وصولا الى عام 2022 التعافي التام لمناخ الارض. نعم. اللهم الا اذا صممت بعض الدول على استخدام المناخ كمجال عسكري للتلاعب بالمناخ، لاستخدام أسلحة مناخية لكذا، مستخدم لهيك عم يعملوا هن بشكل عام. دكتور طيب يعني مع هاي الخطورة المناخية، وإذا يمكن مثل ما حكيت حضرتك رح يكون في خطورة على الكرة الأرضية كلها، طيب بعد سنوات قليلة السنوات القادمة رح نشوف في تغير بتوقيت الفصول؟ هلا فعليا بما انه بدا العلاج لا حنرجع الامور طبيعيه، لكن لو استمر الوضع على ما هو عليه نعم سنرى تغير بالفصول. سوريا اختفى منها فصل الخريف، لاحظتوا الربيع صار قصير، يعني ما يا دوب عم نلحق، لا بس هر شوي ورق قصير تماما، بس الصيف طول كثير، كان طويل كثير كان طويل، والشتاء عم نلاحظه برده صحراوي، هي العباره المهمه، هذا البرد الصحراوي برد جاء برد قارس، انخفاضات درجات الحراره بشكل غير مسبوق،
لكن بدون شيء، لا امطار ولا ثلوج. هي لا علاقه بقى للمناخ فيها، هي لها علاقه بقى بالشمس. فعم نلاحظ هذا المناخ الصحراوي اللي عم يجي، لكن بقى خلينا نمشي على التفاؤل المتوقع. نعم. انه هذا الشيء يتعالج قريبا باذن الله تعالى. بنقول يا رب ينزل امطار. هذا اللي كنت بدي اقوله مشان المواسم، ان شاء الله تكون مواسمنا وفيره، هذا اهم شيء. ونحن اهم ما بيفيد دمشق وما حولها هي الجبال، الثلوج على الجبال هي مخزوننا المائي. فاذا كانت مليئه بالثلوج هذا الشيء جيد بالنسبه لنا، فنحن نطلع على الجبال لا نطلع على دمشق. اكيد لا، حتى هدول بياثر علينا على الصيف مشان ما تنقطع المي علينا بالصيف يعني. صحيح. ارتباط وثيق بين الثلوج وبين الصيفيه بانقطاع المياه بما انه مخزون. نعم. 100% الماء مع الصيف مرتبط 100%. صحيح. يعني هي المشكله، هي توازن، حاله توازن. نسبه الامطار المتبخره، يعني هلا في عندنا نسبه كبيره من الامطار المتبخره بسبب فصل الصيف الطويل. طيب هي الامطار المتبخره وينها؟ ما اجت لعنا، راحت لاماكن ثانيه. هون الاشكال اللي عم يصير. عم يصير تبخر عنا كبير، لكن هذا التبخر عم ينزل امطار باماكن غير مسبوقه. على سبيل المثال الاهرامات ليس بالعاده ان تكتسب البياض. هتلاحظوا السنه الماضيه كانت شويه بياض، السنه حتكون اكثر بياضه. يعني هي ما مصريين ما متعودين على الثلج. يعني هي انقلاب نوعي يعني فظيع. خلينا نحكي على الجزيره العربيه، كميه المياه السيوله اللي صارت بجده من كم يوم بوقت غير متوقع تماما وسببت مشاكل. هي السيول من الامطار الغزيره كمان غير متوقعه في مناطقهم. نعم. فاذا في اضطرابات مناخيه واضحه. هي الامطار والثلوج ما هذيك مكانها. نعم. هون، لكن التغيرات المناخيه خلت الغيوم تتوزع لاماكن اخرى وتنتشر بشكل غير طبيعي. نعم. دكتور محمد، يمكن نحن ما عم نشوف هي الظواهر فقط بدمشق ولكن بكل المحافظات السوريه. خلينا نحكي ايضا على الارياف وتاثير كمان هيدا الطقس على يمكن ريف الساحل وعلى الساحل وايضا بحمص والمناطق السوريه بشكل. بالضبط، كثير مهم هالكلام. هلا بصراحه انا كنت بجولي على بعض المحافظات مش تحديدا مشان هذا الموضوع. يعني شوف الامثال الشعبيه واربطها مع العلم والواقع العلمي. معظم الامثال الشعبيه بتقول انه اذا اجى ايلول مو ما في مطر فهذه العام قاحل. يعني ما في امطار كثير. حتى اذا لاحظنا المدن الساحليه، المحافظات الساحليه، القرى، عم نلاحظ انه شح الامطار عم. يعني مثلا بالساحل نزل مطر ومطر غزير، لكن مطر كان متقطع وليس مستمر. ساعة. بالعادة الساحل بهالخلجان تحديدا بالساحل مناطق المحصورة بالماء بيكون الأمطار بهالوقت. لكن ما زالت الأمطار إذا بنطلع على المعدلات يلي تصدرها المديرية العامة للأرصاد الجوية اللي بوجه لها تحية التعاون الكبير معنا، بنلاحظ أنه كمية الأمطار ما وصلت لمستواها. صحيح. نهائيا. صحيح. يعني ولا منطق. بالعادة في تفاوت، مثلا دمشق ما بتوصل، اللاذقية بتوصل، حمص ما بتوصل، يعني في تفاوت. لكن إذا عملنا نظرة عامة شمولية بنلاقي لسه الكمية قليلة. طيب هذا الشيء هل هو مستمر؟ بنقول نعم. يا رب لا، يا رب يطلع كلامنا. أكيد. في نقص بالمعلومات ويكون في أمطار غزيرة. نتأمل من الله. بما أنه اتجهنا للمناطق الساحلية وما حولها بالنسبة لمواسم الحمضيات والزيتون، السنة الزيتون كان وفير الحمد لله، وإن شاء الله السنة الجاية يمكن بيعود لسقوط أو هطول الأمطار بالسنين السابقة. قديش بيأثر معدلات المطار، التلج، أنه أحيانا بيقولك إن ضرب الموسم؟ تمام، بالضبط. هلا بشكل عام المناخ والموسم الزراعي مرتبطين بشكل كتير كبير. تماما. لكن فعلا بعض مثل وزارة الزراعة لقت حلول بديلة لتفادي هالكارثة، الري الاصطناعي، طريقة الدعم المائي، يعني كان في حلول. لا. هي حلول مؤقتة ولكن ما دائمة. لا بس كمان المشكلة مؤقتة، خلينا نأكد. هي المشكلة اللي نحن عم نعيش فيها هي مشكلة مؤقتة. لأنه العالم انتبه للكارثة. يعني ما عاد صارت هالكارثة اللي نحن عم نحاول نتجاهلها، لأنه أكثر المتضررين بهالكارثة مو نحن، الدول المتقدمة. الدول اللي عم تساهم بالتلاعب المناخي. فنحن مو أكثر المتضررين. نعم في ضرر واضح، والدليل نطلع على نهر الفرات، نهر دجلة، توزع المطري، دير الزور، الحسكة بمر من نهر الفرات. نعم. بنلاحظ نظرة واحدة لنهر الفرات نعرف مدى الإشكالية الكبيرة بالمناخ. لكن هذا الإشكالية عنا تعد نسبة قليلة من الإشكالية عندهم. الإشكالية عندنا الإشكالية أصبحت فعلا ثقل. ألمانيا نسبة الثلوج اللي نزلت بألمانيا عالية. تمام، فاجأتهم، خلتهم وشلت ألمانيا. نطلع على باقي الدول، مدينة الضباب لندن. أيضا كان في اضطراب مناخي وكميات ارتفاع منسوب المياه. إذا هي شعرت بالتهديد الحقيقي الملموس.
فبالتالي طالما نحن عم نحكي على هيك دول فبالتالي حتما لازم يكون في حل. نعم. ومنشان هيك كان في مؤتمر باريس اللي دخلنا سوريا دخلت فيه مؤخرا. نعم. هذا المؤتمر اللي حيكون له اهميه ودور كثير كبير، وخاصه انه عم يجمع العلماء ويسمع منهم. هي النقطه الايجابيه، اسمعوا من الناس ذات الخبره لحتى نعرف نحل هالاشكاليه سوا. صح نحن ما بنقدر نتخلى عن التكنولوجيا وعن السيارات والموبايلات، والتكنولوجيا ما فينا نتخلى عنها، لكن في حلول بديله. صحيح. في حد من الانبعاث، في طريقه معالجه، يعني مثلا بدل ما يكون المداخن إلى الأعلى خلونا نقلب المداخن إلى الأسفل كحل. بدل ما ندخن سيجارتين ندخن سيجارة بأماكن مخصصة للتدخين. تمام بالضبط، يكون فيها شفاطات ومعالجة. خلينا نعالج هذه الغازات المنطلقة ونستفاد منها، ممكن نستفاد منها نحولها إلى طاقة نظيفة. نعم. إلى طاقة يعاد استثمارها، وهذا شيء كثير جيد، الاستفادة من النفايات. نعم. وهو شعار لازم ينطلق ويتعامل معه بشكل جدي، الاستفادة من النفايات، لأنه أطنان النفايات اللي تصدر من الدول هي كلها كمية هائلة من الوقود اللي ممكن الاستفادة منها. نعم. دكتور محمد العسيري، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا كثير على التوضيحات الحقيقية والفلكية الصحيحة بناء عن دراسات أكيد عم تخبرنا إياها دائما وقت بنستضيفك، بعيدا عن شائعات السوشيال ميديا. شكرا كثير. هي النقطة كنت أشير فيها بالنهاية، أنه لا نسمع من السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ليست اختصاصية. نعم. عن المديرية العامة للأرصاد الجوية خذوا المعلومات منها تماما، السوشيال ميديا عم تبالغ بالامور. نعم. لا مو صحيح. وبالنهايه دعوه لجميع المشاهدين، اليوم انطلاقه الاسبوع الفلكي حيكون أكيد. من المرصد السوري في دمشق، دعوه لجميع الحضور. شكرا كثير لك. شكرا حديثا.